الفرق بين اليم والبحر. اليم لم يستعمل اليم إلا في مقام الخوف والعقوبة، لم يستعمل اليم في مقام النجاة. قال تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، سورة القصص. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، سورة الأعراف. هذه عقوبة. البحر عامة قد يستعمله في مقام النجاة أو العقوبة. قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، سورة البقرة. استعمله في الإغراق والإنجاء. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي أنجيناهم. فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسا لا تخاف دركًا ولا تخشى، سورة طه. منقول عن الدكتور فاضل السامرائي. معاني كلمة البحر في معجم الوسيط: البحر الماء الواسع الكثير، ويغلب في الماء الملح. البحر من الرجال الواسع المعروف، البحر الواسع العلم. أقول هو بحر، أي غزير العلم. البحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو والجمع، أبحر وبحور وبحار. معنى بحر في معجم الرائد: فعل تحير من الخوف، خاف ودهش لدى رؤيته البحر، اشتد عطشه من مرض فلم يروى من الماء. بحر جد في العدو فتعب وضعف، بحر لحمه ذهب من المرض. بحر يبحر بحرا، بحر الأرض أي شقها. بحر الناقة أو الشاه شق أذنها طولا. بحر الحفرة أي وسعها. معنى كلمة اليم البحر، واليم الحمام الوحشي، والجمع يموم.